السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الحلوين ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتوا شفتوا في الصورة كده هنعمل النهاردة طبق حلو قوي، كسكسي بالمكسرات. طبعا دي أكلة مصرية بتتعمل، كلنا عارفين اللي هي بتتعمل في السبوع لو في مولود جديد، او بتتعمل بقى في المواسم زي مثلا زي النهاردة كل سنة وانتم طيبين، موسم السنة الهجرية كل سنة وانتم طيبين. بتتعمل برضو جنب شوربة، اللي بيحب ياكلها بشوربة، جنب لحمة ضاني، جنب بط، هي كده ايه يعني بديل، مثلا تعتبر بديل عندنا مثلا للرز، بس بتتعمل حلو وبتتعمل حادق. هقول لكم بقى المقادير وسهله جدا ومفيش ابسط من كده. انا فضيت كيلو دقيق ومعايا كوبايه ونص ميه، وحطيت رشه ملح على الكيلو دقيق، وحطيت يا اما نص معلقه بيكنج باودر يا اما نص معلقه خميره. طب ايه لازمتهم؟ خميره طبعا اللي هي الفوريه البودر دي، اي حاجه من مواد الرفع دي. اولا انا مش هخمر حاجه ومش عايزه حاجه تعلى، بس انا عايزه القوام يهش معايا، عايزه قوام دي يبقى في حاجه ترفعه تهش. السر بقى اللي هو يهش معاكي وما يكلكعش هي نص معلقه بيكنج باودر يا نص معلقه خميره، برضو اللي هي باودر خميره فوريه، هرشها على الدقيق كده هي وحبه الملح، وهجيب كوبايه ونص ميه من الحنفيه عادي، وهفضل ارش زي ما انتم شايفين كده الميه، وافرك بايدي. انا مش بعجن، انا بفركها زي ما انتم شايفين نفس الحركه دي، ارش شويه ميه وافرك الدقيق كده لغايه لما هلاقي الدقيق كده ايه كله زي ايه مفرول، او شايفين زي تحس اللي هو عجين ايه، بس ايه عجين رفيع خالص، بس هو مش عجين، هو هتلاقيه مفرول كده من بعضه نفس الشكل اللي انتوا شايفينه كده، لغايه لما ياخد معايا كوبايه ونص ميه. بس انا مش بعجن، انا حتى ايدي بتهيشه كده، بفضل افرك فيه. وبعد كده بقى هنجيب معانا الكبه، نحط بقى فيها كميه حلوه كده، الكيلو دي هحطه مثلا هعمله على 3 مرات، بلاش تكتري في الكبه عشان يتفرم معاكي كويس ويبقى حبيبات شبه حبيبات الرمله كده كويس، وهضربه كده بقى لغايه لما ينعم معايا ويبقى ايه. طبعا زمان ما كانش بيتعمل بالكبه، كان بيتعمل بالغربان او منخل، كانوا بيجيبوه كده ويحطوه يفضلوا يفركوا فيه في المنخل او بالغربان لغايه لما ينعم ويبقى شبه ايه حبيبات السكر كده بالظبط كده، حبيبات السكر الناعمه كمان حوايكوا بقى. وبعد كده جبت زي شاشه او فانيلا لولادك قديمه، طبعا ما انتي مخليها للحاجات دي، ربطتها كده من تحت من الكمام او الهيلا وهي نص كم كده، ربطتهم في بعض وهحط فيها بقى الحاجات دي، وفضل تبقى قطن طبعا عشان ما تتحرقش وتستحمل النار، لازم تبقى قطن ما ينفعش تبقى اي حاجه تانية. او ما عندكيش كده في شاش يعني شاش عريض كده هاتيه وخليه للحاجات دي. تمام، هنبدأ بقى زي ما انتوا شايفين حفرهم في الكبه، وهنزل في الايه في الفانيلا اللي انا قلت لكم عليها اللي انا مخليها للحاجات دي هحطه فيها. هخلص الكميه كلها بنفس الطريقه زي ما انتوا شايفين. شايفين بقى بمجرد لما بضربه في الكبه بيتحول معايا في ثواني ازاي بقى اللي هو ناعم كده وشبه حبيبات الرمل. انا كده خلصت الكميه، هجيب بقى حله فيها ميه بس ومصفى، وعليها مصفى زي ما انتم شايفين، هسيب الميه تغلي بس الميه ما تبقاش طايله على المصفى، اهم حاجه يعني الميه تبقى بعيد عن المصفى عشان ما تعجنهوش، وهي مع الغليان توصل للمصفى وتعجن لي الكسكسي. لا انا هبقى كده بسويه على البخار بالظبط، واول لما بحطه بقى بوطي عليه على نار هاديه خالص وبسيبه كده لمده قد ايه. اول ميه لمده نص ساعه، لان ده كيلو دقيق، انت لو هتعملي اكتر فهتسيبيه اكتر، يعني هو ده كيلو دقيق مش اكتر، هسيبه نص ساعه على النار بالظبط. شايفين بقى اول لما طلعته بعد نص ساعه على البخار عمل ازاي، تحسوا اللي هو ايه مكتكت كده في بعضه او مكتل في بعضه بظهر المعلقه كده، وهبدا ايه اتك عليه هتلاقيه كله بيتفرفر من بعضه كده، خلاص بيرجع تاني ايه اللي هو ناعم، بس هو كده لسه ما خلاص. انا هبدا بقى ايه زي ما انتم شايفين بظهر المعلقه كده افكه من بعضه كده، ومعايا كوبايه ميه تاني هبدا اعمل نفس الفكره اللي انا عملتها، ارش عليه واقلبه وفرفره كده من بعضه، ارش عليه شويه ميه ما بعجنش، شايفين هو مفرفر ازاي وهش خالص. الفكره بقى اللي هو هش كده معاكي وما عملش تكتلات وما عملش اي حاجه ولا عجين ولا ما اتضربش كويس في الكبه، هي زي ما قلت لكم يا اما نص معلقه خميره يا اما نص معلقه بيكنج باودر، اي حاجه من مواد الرفع دي مش هتفرق. بعد كده لما حطيت له كوبايه الميه، يبقى هو الكيلو دي اخد معايا قد ايه ميه، كوبايتين ونص ميه. اول مره وهو دي اخد كوبايه ونص، تاني مره لما حطيته على النار ورجعته تاني اخد كوبايه ميه. تمام، هبدا بقى اضربه تاني في الكبه زي ما انتم شايفين كده لغايه برده لما ينعم خالص ويبقى شبه حبيبات الرمل بالظبط، ما فيهوش اي تكتلات وناعم وجميل.
بجد جربوا الطريقة دي ومش هياخد معاكي ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة، يا دوبك انت بتعمليه وبتسيبيه على النار، هو الوقت اللي بياخده كله اللي هو بيقعد مرتين على النار بس كده. شايفين بقى ناعم ازاي؟ عايزة اوريكم بس من قريب، هتيجي الصورة من قريب وانا بحطه في تاني مرة لما ضربته تاني مرة في الكبة، ناعم بطريقة رهيبة ما فيهوش اي يعني اكنه كده ايه سكر او دقيق يعني، شايفين والله طريقة تحفة بتستوي فعلا زي ما قلت لكم. هم حبة الملح وما يعتبرش ليه مقادير، هو مية وحبة ملح ونص بيكنج باودر معلقة او نص خميرة. شايفين عامل ازاي؟ شايفين وانا بنزله من الكب عامل ازاي ناعم ازاي؟ سهل جدا واحلى مليون مرة ما انت تعمليه بره او تشتريه من بره يعني. زي ما انتم شايفين هخلص الكمية كلها برضه، هرجع تاني احطه على النار لمدة نص ساعة كمان، احطه تاني على النار لمدة ايه نص ساعة كمان. شايفين نعمل ازاي؟ شايفين هرجع بقى احطه على النار زي ما قلت لكم لمدة نص ساعة كمان، وبعد كده بقى هنشوف هنعمل فيه ايه تاني. هو كده خلاص استوى معايا. بصوا بقى تاني مرة تعرفي اللي هو استوى ازاي، هوريكم اول لما نزله من الشاشة اللي فيه دي اللي انا حطاه فيه او الفانيلا او اي حاجة. شايفين بينزل ايه؟ بينزل مبدور مش مكلكع، شايفين غير المرة الاولانية. المرة الاولانية كان نازل ايه في تكتلات كده، وكان بصوا المرة دي نازل ازاي، هو نازل لوحده هش كده يا دوبك حاجات بسيطة قوي اللي ايه اللي فيها تكتلات فيه، طبعا بظهر المعلقة زي ما انتوا شايفين كده ايه وفكها كده كده. خلاص انا مش هعمل فيه اي حاجة تاني، مش هحطه على النار تاني ولا اي حاجة. كل اللي هعمله فيه بقى هنعمل فيه ايه، انا مسيحة زبدة، ويفضل زبدة سواء بقري او نيوزلندي، يعني انا بحب الكسكسي بالزبدة مش يعني مش بالسمنة الفلاح البيضة لا بالصفرة، بتديله بقى لون كده اصفر وبتديله ريحة حلوة قوي. حطيت كوباية ونص من الزبدة، كتير هتقولوا كتير لا مش كتير، ده كيلو ده كيلو يعني الكيلو دوت بيعادل مثلا لو جاهز 2 كيلو وشوية. كوباية ونص كده فكيتها بس على النار كده، وبعدين نزلت بيها واقلب بالمعلقة كده لغاية، طبعا هو سخن جدا مولع انا مش قادرة احط ايدي فيه، هقلب كده بالمعلقة شارب الزبدة كده الكسكسي بس شوية كده، وهعمله بايدي يعني هفكه كده بايدي بس يكون ايه بيض معايا شوية. بصوا بقى انا بعمل ازاي، بفكه بس بايدي، هو كده خلاص استوى وكده اخد سمنته مظبوطه وبجد كان رهيب. بصوا لونه اتحول من ابيض دقيق عادي، شايفين بقى عامل ازاي، بجد شكله كان تحفه وطعمه كان فظيع. هنبدا بقى نحطه زي ما قلت لكم، في ناس بتاكله بشوربه وفي ناس بتاكله بسكر، احنا من الناس اللي بناكله بسكر. هحطه بقى كده في الاطباق وهحط عليه بقى اي مكسرات سكر بودره بيبقى رهيب. طبعا الباقي دوت انا هشيله في الفريزر، بتشال في الفريزر عادي ما فيهوش اي مشكله، بس عشان انا عامله كيلو واحد، لكن انت لو عايزه تعملي اكتر من كيلو، عايزه تعملي مثلا 2 كيلو، ما تحطيش مثلا ايه السمنه كلها مره واحده، حطي مثلا سمنه على قد الحبه اللي انت هتستخدميهم والباقي شيليه من غير سمنه في الفريزر، طلعيه بقى من الفريزر حطي له بقى سمنته لما تيجي تستخدميه، يقعد معاكي بتاع شهر في الفريزر ما يحصلوش اي حاجه. حط بقى عليه زي ما قلت لكم انا غيفت كده في الاطباق وحطيت عليه بقى سكر بودره، حطيت عليه زبيب وجوز الهند وخلاص على كده، وده شكله النهائي. بجد طعمه حلو قوي واتمنى يعجبكم، وما تنسونوش بلايكات كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.